وبعد مخاض عسير وقعت الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي اليوم بالرباط على اتفاق يهم تعزيز آليات الحكامة وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وتفعيل مخطط تسريع تحول المنظومة التعليمية والبحث العلمي والابتكار. وبفضل هذا الاتفاق سيتم وضع نظام جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الاستحقاق والكفاءة، كما ينص الاتفاق على تحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا. باقي التفاصيل في ربورتاج جاد بردان ومصطفى السعدوني. قلم النقابة الوطنية للتعليم العالي يؤشر هنا على اتفاق مع الحكومة، وبذلك نظام أساسي جديد يؤطر الأساتذة الباحثين، نظام يعوض آخر بال يعود لتسعينيات القرن الماضي. نظام أساسي جديد اللي غادي تكون فيه الجاذبية، بطبيعة الحال راعى حتى لواحد المراجعة ديال التعويضات بالنسبة للأساتذة الباحثين. ثم هناك القوانين المنظمة للتعليم العالي باش هذه البداية هذه غتوصلنا إن شاء الله يد في اليد باش نوصلوا إلى إصلاح المنظومة ديال التعليم العالي. وإصلاح منظومة التعليم العالي تضمنت عدد نقاط، منها ما تم التوقيع عليه اليوم كتحسين الوضعية المادية، تعويضات ستصرف على 3 سنوات، وتحفيز للأساتذة الباحثين، والإصلاح الشامل للبيداغوجية. كنا في واحد الحوار اللي كنقول بأن تاريخي بالنسبة للجامعة المغربية، واتفقنا على جميع البنود ديال المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ما فيه البحث العلمي والابتكار، ما فيه يعني تجويد ديال البيداغوجية وبالخصوص الرقمنة ديال البيداغوجية، وكذلك على التحيين وديال القانون 0100 اللي اتفقنا على البنود الكبيرة. ويبقى الرهان بالنسبة للموقعين على الاتفاق جامعة بمعايير دولية عسى أن تسترجع شيئا من مجدها، فالمغرب في سابق العصر ضم أول جامعة في العالم.